اليوم الحمد لله عندنا واحد الافتتاح ديال الاول للجمعيه اللي غيكون فيه واحد البرنامج مسطر اللي غنشتغلوا فيه في محطات ان شاء الله عمليه اللي غتكون على مستوى الوطني، لان الهدف منها هو تطوير المقاوله المغربيه وكذلك التركيز على تنظيم ندوات ومحاضرات في مجالات مختلفه وكذلك تنظيم رحلات ودولية ووطنية على مستوى الوطني، كذلك من أجل تبادل التجارب والخبرات، تهتم بتأطير وتأهيل المواطنين من أجل تحسين مستوى العيش وكذلك رفع قدراتهم في مجال الأعمال المدرة للدخل. جمعية سواعي الإنماء للتنمية المستدامة هي جمعية مهنية، دورها في المجتمع هو أنها تكون تعطي واحد دفعة في مجال ريادة الأعمال وكذلك خلق فرص عمل لشباب ونساء في مجال ريادة الأعمال. جبتني الأهداف ديالهم، صاروهم إلى المشاريع المدرة للدخل. هذه الجمعية تعنى بالشؤون المهنية وتعنى بالتكوين وتأهيل المرأة والرجل من أجل العيش الكريم، بدل أن يتكفف الناس كتعلم الصناعة والناس كتعلم مشاريع المدرة للدخل. جبتني هذه الأهداف ديالهم وحاضرين اليوم بجانب واحد مجموعة من جمعيات المجتمع المدني وسياسيين ومنتخبين مؤسسات ثقافية واجتماعية دعما لهذه الجمعية، لأنها كتلاقى معنا في مجموعة ديال الأهداف اللي إن شاء الله يمكن نعملوا عمل مشترك في المستقبل. وكنحييهم وكنحيي هذه الجمعية رئيستان وأعضاء اللي معها على هذه المهمة الصادقة. إن شاء الله حاضرين معهم اليوم دعما للعمل الجمعوي والعمل المدني إن شاء الله.